كأس العالم فيفا قطر 2022 ترند المونديال واللي فيه أبرز الأخبار والكواليس. طيب نشوف مع بعض ترند المونديال واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. نبدأ مع بعض بحساب سكاي سبورت على تويتر واللي اتكلموا على بيان للشركة المصنعة للكرة اللي بتتلعب بيها كأس العالم. يمكن البيان قالوا فيها من خلال الشركة المصنعة للكرة: باستخدام التقنية المتصلة والموجودة في كرة مباراة البرتغال وأوروغواي يمكننا أن نؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي تلامس للكرة من كريستيانو رونالدو. الموضوع ده عامل ضجة كبيرة جدا من امبارح وإصرار كريستيانو على احتساب الهدف ليه وما يحتسبش الهدف لبرونو، الكرة العرضية المميزة منه، لكن اتقال إن هو لمسها كده بشعر راسه ودخلت جون. الكرة بيتم شحنها على فكرة بالكهرباء وفيها كده بعض التقنيات بتقدر تحسب من خلالها امور كثيره جدا متعلقه بغرفه الفي ار وتقنيه التسلل وحاجات كثيره جدا متعلقه بهذه البطوله. الشركه المصنعه دخلت على الخط وقالت النهارده ان الهدف مش باسم كريستيانو لانه ما لمس الكوره اصلا. طب نروح لحساب كوره 11 على تويتر وبيتكلموا على ماتش السعوديه والمكسيك. صحيفه الرياض السعوديه بتقول بعثه منتخب المكسيك طلبت توفير الوجبات السعوديه الشهيره أبرزها الكبسة اعتقادا منهم أن هذه الوجبات هي سبب قوة المنتخب السعودي وحماسه في كأس العالم. مش عارف، عندي إحساس كده أن حد نصحهم نصيحة غلط يعني عشان ينزلوا خسرانين الماتش، يعني أنت تاكل الكبسة بعدها وما تلعبش كرة خالص. لكن لما نشوف إيه اللي هيحصل في هذه المباراة المهمة جدا ونتمنى التوفيق يا رب للأخضر السعودي. نروح لحساب رسمي الفيفا كأس عالم واللي نشر يعني مقطع فيديو لحوار ما بين أسطورة البرازيل رونالدو مع روديجيو لاعب البرازيلي الشاب. هنا روديجيو يمكن بعد اللقاء مسح ساق رونالدو وقال له بركاتك يا رونالدو. طبعا يعني هي لحظه بتبقى مفهوم احنا بنعملها كتير في مصر، مثلا انت بركاتك يا كذا باخد منه بقى البركات، انا فكره ابقى متفوق اتالق اجيب اهداف. فاكرين في مره عملها المدير الفني الاوروغوياني اللي كان بيدرب النادي الاهلي مع مانويل جوزيه لما قعد كده يتمسح في الجاكيت وقال عشان اخد منك بركاتك لما افوز مع الاهلي بالبطولات الفتره اللي جايه. نروح كمان لحساب كاس العالم فيفا وبيتكلموا على تغريده: هل تعلم اننا لعبنا نصف مباريات كاس العالم فيفا قطر 2022 حتى الان؟ احنا لعبنا لغايه دلوقتي حوالي 32 مباراه من اصل 64 مباراه. اكتر لحظه بقت راسخه في ذهنك حتى الان، هل هدف ميسي؟ هل هدف كريستيانو؟ هل هدف السعوديه في الارجنتين للدوسري؟ هل اهداف السنغال في قطر اهداف ولحظات مؤثره؟ ولا هل اهداف المغرب في بلجيكا كلها اهداف بالتاكيد ولحظات ممكن تكون مؤثره بشكل كبير في كاس العالم؟ طيب حساب يلا كوره وبيتكلموا مع اشتعال الصراع: كيف يتم حسم المنتخبات المتاهله لدور ال 16 في كاس العالم؟ بصوا اللائحه المنظمه للبطوله والفيفا حط لائحه محدده. اول حاجه فرق الاهداف، يعني انت جايب 6 عليك 4 يبقى انت موجب 2، ده اول معيار. تاني معيار عدد الاهداف المسجله، يعني جايب اهداف اكتر. تالت معيار عدد النقاط في المواجهات المباشره، يعني تالت معيار المواجهه المباشره ما بينه وبينك، مين كسب مين. لو حصل تساوي كمان بنروح لفرق الاهداف في المباريات الملعوبه بين الفرق المعنيه، معنى هنا بنتكلم على اكتر من فرقتين مش فرقتين بس. بعد كده المعيار الخامس عدد الاهداف في المباريات الملعوبه بين الفرق المعنيه، يعني فرق الاهداف ثم عدد الاهداف. طيب بعد كده اللعب النظيف الفير بلاي اخر نقطه ممكن تشتغل عليها، وعلى فكره فرقت كتير جدا السنه البطوله اللي فاتت مع السنغال، السنغال خرجت بسبب انذار على فكره، يعني بسبب انذار السنغال خرجت بسبب اللعب النظيف الفير بلاي. بس بتتحسب ازاي؟ لو انت واخد انذار بتضرب في 1، لو انت مثلا في طرد غير مباشر يعني انذار في انذار بتضرب في 4، لو في كارت احمر مباشر بتضرب في 5، ثم بعد ذلك لو حصل تساوي بتعمل قرعه، يعني بعد كل المعايير دي لو حصل تساوي بتعمل قرعه. لكن اللعب النظيف انا حسبت لكم بتحسب ازاي؟ انذار انذار وانذار تاني كارت احمر مباشر كل واحده ليها درجه وبتضرب في المعامل بتاعها، وده حصل مع السنغال المره اللي فاتت وطلعت بسبب اللعب النظيف. عشان كده الانذارات بتبقى مهمه جدا في المباريات، بتفرق معاك حتى في اخر جوله. طب حساب الوطن سبورت وعاملين احصائيه بخصوص الجوله الثانيه من دور المجموعات بكأس العالم. احصائيات الجولة الثالثة ازاي بقى؟ بص، اتلعب 16 مباراة في الجولة الثانية، في 12 منتخب فاز وحصل 3 تعادلات إيجابية وفي تعادل سلبي وتم إحراز 40 هدف واتحسب ضربتين جزاء. برونو فرنانديز سجل للبرتغال أمام أوروغواي وسالم الدوسري
اهدر لمنتخب السعوديه امام بولندا. دي ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا، واحد سجلها والتاني اهدرها. طيب ثلاث منتخبات تاهلت دون النظر للجوله الثالثه. فرنسا في الصداره 6 نقط في المجموعه الرابعه، البرازيل 6 نقط في المجموعه السابعه، البرتغال 6 نقط في المجموعه الثامنه. طب مين هدافي الجوله الثانيه؟ محمد قدوس لاعب منتخب غانا اللي بيلعب في اياكس امستردام احرز هدفين، برونو فرنانديز اللاعب البرتغالي اللي بيلعب في مانشستر يونايتد هدفين، تشيو كيو سونج كوريا الجنوبيه احرز هدفين، كيليان امبابي فرنسا احرز هدفين، كراميتش في كرواتيا احرز هدفين. فعندنا 5 لعيبه احرزت هدفين في مباريات الجوله الثانيه. طب نروح لاخر حاجه، حساب في الجول، وبيتكلموا على ان الاتحاد الدولي لكره القدم يغرم منتخب المانيا 10,000 اورو بسبب عدم حضور احد لاعبيه المؤتمر الصحفي اللي سبق لقاء اسبانيا. كلنا فاكرين المؤتمر الصحفي حضره هانز فليك لوحده كمدير فني، ولكن ما حضرش اي لاعب هذا المؤتمر الصحفي، وبالتالي طبقا للائحه 10,000 يورو على منتخب المانيا بسبب غياب احد لاعبيه في هذه المباراه. في هذه اللحظات وانا معاكم بالتاكيد مباراه الجوله الثالثه للمجموعه الاولى، ما زالت الهولندا متقدمه على السنغال بهدف مقابل لا شيء، او الاكوادور هولندا متقدمه على قطر 1-0، والسنغال متقدم الاكوادور بهدف مقابل لا شيء. قدامكم على الشاشه اهو، الاكوادور متقدمه على السنغال ولا السنغال متقدمه؟ السنغال متقدمه على الاكوادور 1-0، وهولندا متقدمه على قطر 1-0. انا زي ما قلت لكم يمكن السنغال ممكن تعمل مفاجاه ان شاء الله وتتاهل الى مرحله الدور القادم، ومكسب مهم جدا بالنسبه لمنتخب السنغال.